زيارة ميدانية شهدتها الديوانية صباح اليوم متمثلة برئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني رفقة عدد من الوزراء للإطلاع على الواقع الخدمي والصحي. يأمل المواطن الديواني أن تكون هذه الزيارة هي بداية للنهوض بواقع المدينة. أعتقد اليوم زيارة السودان إلى محافظة الديوانية هي زيارة مهمة، ينتظر منها أن تحرك المياه الراكدة في المشاريع، لا سيما تلك التي تتعلق بحياة المواطن كالصحة والتربية والسكن. يضع المعالجات للكثير من الأزمات التي تعاني منها الديوانية، مشكلة البطالة، مشكلة الفقر. اليوم الديوانية تعاني من مشاكل كثيرة، بالتالي هذه الزيارة يمكن أن تضع النقاط على الحروف وتضع المعالجات لواقع مأساوي تعيشه محافظة الديوانية. من المعروف أن الديوانية تعتبر ثاني أفقر محافظة في العراق، حيث تكثر فيها المشاريع الاستراتيجية المتوقفة منذ سنوات. وبالتزامن مع قلة فرص العمل، وجه السوداني بتوسعة مصفى قضاء الشنافية، أحد المشاريع المهمة للإسهام في محاربة البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد. الحقيقة نأمل بأن تترجم مثل هكذا زيارات من قبل الحكومة المركزية لمحافظة الديوانية على أرض الواقع، باعتبار مدينة الديوانية مدينة منكوبة من كافة الأصعدة وعلى كافة المجالات. الصحة متهالكة في الديوانية، معامل متوقفة في الديوانية، مشروع المجاري الكبير الذي سمعنا عنه ولم نرى منه شيئا. كافة المجالات في الديوانية تحتاج إلى ثورة حقيقية ومتابعة جدية من قبل الحكومة المركزية في بغداد. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.